اهلا بيكم. بيبدأ فيلمنا ببنت مراهقة مدمنة كحول ومخدرات اسمها ليديا، وهي في ماركت كبير بتشتري طلقات أسلحة لصاحبها جونا، واللي كان عضو مهم في عصابة مخدرات مكسيكية، وكانت عاوزة تشتري سجاير، وطلبت من الست اللي واقفة وقالت لها بطاقة هويتك علشان أتأكد من عمرك. ليديا توترت وحاولت تشتريها من غير بطاقة هويتها، وطلعت من الماركت وكان جونا مستنيها بره هو والعصابة، واتحركوا بالعربية وكانوا بيجهزوا للقلق اللي هيحصل، وكانوا بيحطوا الطلقات في الأسلحة، واتكلمت مع جونا وقالت له أنا متوتر قوي يا جونا، انا مش عارفه هنجح في الحركه دي ولا لا. جونا قال لها ما تخافيش، هنكون تحت السيطره، عندنا كل حاجه مخططين ليها. وخلاص وصلوا المكان اللي كانوا عاوزين يعملوا المهمه بتاعتهم فيه، وكان سرقه بيت واحد من العصابات، ونزلوا من العربيه وليديا كانت متوتره وجونا لاحظ بكده، وراح عندها وادها سطر كوكايين، وبعد كده فاقت شويه وقالوا لها خليكي في الحديقه من ورا تحرسي وتامني المكان. وبعدها سمعت ضرب نار وراحت تبص من الشباك، لقت راجل مرمي في الارض وست مربوطه، وجونا بيقول لها هتقولي الفلوس فين ولا خلص عليكي. راحت ليديا حاولت تهدي الامور وتقول له يلا بينا مش لازم، لانها خافت على الست وكانت عاوزه تنقذها، لحد ما هو قال لها انت اللي هتقتليها علشان تثبتي ولائك لينا، وكده كده انت لو ما قتلتهاش انا هقتلك. وهي ما قدرتش تعمل كده وتوترت وراحت ضربه بالغلط وهربت. وبعد كده الفيلم بيودينا لشخص اسمه جون لينك، وكان في دوره من العلاج مع صاحبه كيربي، وكان بيحكي حكايته لمجموعه من الافراد، وان هو كان راجل كان مسجون لمده 7 سنين ومدمن كحول سابق، ولما طلع من السجن بيعيش حياه هاديه وشغال بيدق وشم الناس، وكان حاول جون الحفاظ على حياه منظمه ويبقى بعيد عن المشاكل. وبعدها كان بيمشي مع صاحبه كيربي وكان بيقول له انا اتسجنت بسبب ناس وما رضيتش اقول عليهم جوه، ولما طلعت ما حدش فيهم سال عليا. راح كيربي قال له عيش حياتك يا ابن العمر مره واحده، وبعدها روح بيته اللي هو عربيه فان كبيره متحركه، وفي يوم وهو بيعمل وشم لوحده وكانت بتتكلم معاه وكانت بتساله على حياته وكده، وبعد كلامهم ما خلص وبتتغير حياته بشكل جذري لما بنته بترن عليه وبتقول له انها محتاجه فلوس كتير علشان تهرب من البلد علشان اتعرضت لمشكله كبيره، وقال لها تمام انا هاخدك من منطقة سانتا مونيكا في نفس اليوم بالليل، وراح اخدها بالفعل وهم راجعين هي اغمى عليها. وخلاص وصلوا وهو شالها ووداها السرير علشان تنام، وبعدها بكام يوم حس انها عندها تقلبات مزاجيه، يوم تبقى لذيذه ويوم تبقى مقرفه ورغايه، وحس انها بسبب الكحول، وفتش في شنطتها ولقى فيها كحول وشويه مخدرات، وسالها وهي كانت بترد بكل برود، راح رامي كل حاجه تخص الحاجات اللي كانت معاها واتكلم معاها وقال لها يا ليديا لازم تفهمي الحياه اللي بتعيشها دلوقتي مش مضمونه، لازم تغيري طريقه تفكيرك. وفي نفس اليوم العصابه بعتت لليديا انهم عرفوا مكانها، وبالفعل في نفس اليوم بالليل العصابه عرفت مكانهم وراحت هناك، وكان جون قاعد بره وقالوا له عاوزين نعمل وشم، قال لهم انا مش شغال النهارده تعالوا بكره، وراح قافل الباب في وشهم، وهم لاحظوا ان ليديا جوه وكانت بتبص من الشباك، وبعد كده طلعوا سلاحهم وضربوا عليه نار، وبعد كده واحد من العصابه دخل ايده من الشباك، راح جون مسك السكينه وضربها في ايده من غير تردد، وبعدها طلع جون تليفونه ورن على صاحبه كيربي وقال له انا معايا حوار وبيتضرب علينا نار، وجون ضرب عليهم نار علشان يهربوا، بس هما جريوا على عربيتهم وضربوا عليهم نار، وفي الاخر ركبوا عربيتهم وراحوا خبطوا عربيه جون وقلبوها. وجي كيربي وشويه من الناس وراحوا ساعدوا جون وبنته وقال له جون انا همشي، قال له كيربي استنى الحكومه جايه، قال له لو جت هياخدوا مني بنتي. راح ركب عربيته ومشي. وبعد كده كانت ليديا بتتكلم مع ابوها وبتقول له انها كانت مدمنه وكانت بتساعد تجار مخدرات وانها على الله حكايتها. وبعد كده جون خد بنته وراحوا فندق، ودخل الفندق علشان يحجز اوضه ليهم، راح الموظف الاستقبال قال له يا ابن اللعيبه جبت البنت دي منين، قال له من مستشفى الاطفال يا ظريف وخليك في حالك. وجون طلع هو وبنته علشان يرتاحوا فوق، نزلت ليديا علشان تتكلم مع موظف الاستقبال اكمن البنت اجتماعيه وكده، وهما بيتكلموا ظهر في التلفزيون وانها مطلوبه، وراحت هي بصت لشاب وقال لها انا عارف انك مطلوبه، وطلع لها ورق الصحافه وكانت صورتها موجوده عليه وانها مطلوبه، وقال لها انا ما كنتش عاوز ابلغ عنك انت وابوكي. وبعد كده ليديا رنت على جون قالت احنا لازم نمشي دلوقتي البوليس جاي، ولموا حاجتهم وخلاص كانوا هيمشوا لقوا البوليس جاي يقبض عليهم. راح موظف الاستقبال ادهم مفتاح غرفه ثانيه علشان يستخبوا علشان البوليس ما يقبضش عليهم، وكان في ضابط كان بيفتش الاوض علشان يقفشهم، وهما بيبصوا من غرفتهم علشان يشوفوا الضابط هيعمل ايه، وهوب مره واحده اتضرب بالنار. ولما شافوا المنظر ده هربوا من الفندق، وجون كسر ازاز عربيه علشان يسرقها، وطلع القاتل وراهم وضرب عليهم نار. جون عرفه وقدر يهرب منه، وهم ماشيين بيسمعوا من الراديو انهم مطلوبين في قضيه قتل العيله اللي عصابه قتلتها في اول الفيلم، والخبر نزل على دماغهم من كتر الصدمه. وبعد كده جون بيروح لشخص دخل بسببه السجن وسطر عليه حتى لما كان في السجن، اصيل يا برحاب، وكان اسمه بريتشر وكان تاجر سلاح، وبريتشر قال له هساعدك ده انت حبيبي، وراحوا عنده البيت. وفي اليوم اللي بعده مرات بريتشر صحتهم وهي معاها سلاح، وخلت جون يصحي بنته وخدتهم الاوضه اللي كان بريتشر شغال فيها، وقال له انا مش هساعدك انا هسلمك للشرطه علشان في مكافاه لتسليمكو $30,000 وانا محتاج الفلوس، قال له طب وانا. راح جون خطف منها البندقيه وضرب مرات بريتشر واغمى عليها وخد موتوسيكل هارلي وهرب، وكان في 2 من الرجاله تبع بريتشر كانوا ماشيين وراه وهو حس انهم عاوزينه، وراح هو واقف وضرب واحد منهم بالسلاح والتاني هرب، بس جون جري وراه وضرب عليه طلقه بس ما جاتش فيه، وراح القاتل بص وراه بس لبس في شاحنه كبيره، وبعدها راح
جون وليديا فندق تاني، وجون حلق دقنه وقال لها انا هروح مشوار صغير وجاي وروقي على حالك بقى. وليديا صبغت شعرها الاصفر ولبس البدله الجميله وراح يزور صاحبه اللي في السجن وكان اسمه ارترو، واول لما شافه سلم عليه واخده بالحضن وساله عن العصابه. والواد جونا صاحب بنته وقال له ارترو ان جونا سرق فلوس منه ورمى التهمه على المستاجرين علشان يلبسهم. وفي الناحيه الثانيه ليديا جالها مكالمه من كيربي وقال لها هربي من مكانك لانه مش امان وروحي اي مكان فيه زحمه، وهي راحت السينما. وفجاه لما طلعت من الفيلم جالها مكالمه وبيطلع جونا وعرفت انه لسه عايش، وفجاه بتبص قدامها لقيته وهربت، بس المكان كان فيه رجاله جونا وواحد منهم مسكها وضربها وهي اغمى عليها وخطفوها. وبيرن جونا على بنته وبيلاقي جونا بيرد وبيقول بنتك وكيربي عندي، وكيربي كلمه قال له انا اسف علشان كلمت بنتك وعرضتها للخطر. ولسه هيكلم كلام جونا قتله، راح اتعصب ونهار جون قال له حياتي قصاد انك تسيب بنتي. وجونا وافق وقال له تمام واتفقوا على المكان والزمان، وراح جون واخد الموتوسيكل بتاعه ورجع لبريتشر وخد القنبله منه وظهر بريتشر عشان يقتل جون، بس جون ضربه بالنار في صدره. الواد جون ماشي بمبدا الايد السبقانه كسبانه، وراح جون عند المكان اللي اتفقوا عليه وساب الموتوسيكل في نفس الطريق وعمل زي فخ كده لو حد حرك الموتوسيكل القنبله هتفرقع. وراح جون خلى رجالته تفتش جون وتاكدوا ان مفيش سلاح، وراح ركب العربيه جنب ليديا وقام جون قال لرجالته شيلوا الموتوسيكل من الطريق. وبالفعل حد منهم نزل وجي يرفع الموتوسيكل ويحركه، الموتوسيكل فرقع ونزل وقتها ضرب في كل اللي في العربيه. وراح جون ضرب جون بس جون استخدم جسم من المجرمين كدرع، وجري جون واستخبى ورا صخره كبيره. وجون فك بنته وجاي ينزل، راح واحد من القناصه ضربه في رجله واستخبى جون ورا عربيه من العربيات واقنع القناص انه يظهر. اول ما طلع من مكانه راح جون ضربه بالسلاح بس كان لسه عايش، ووقع بعدها في الارض من الوجع. وبنته بتديله المسدس من عربيه جونا، راح لمح حد من تحت العربيه واستخبى وطلعوا هما الاثنين وضربوا بعض بالرصاص. وكان خلاص جون من كتر الالم كان بيودع الحياه، وقال لبنته كلمه قبل ما يموت، يا بنتي انا بحبك جدا وكنت دايما بحاول احميكي، خلي بالك من نفسك. وقعدت تعيط عليه، وبعدين جون مات على ايديها. وبعد كده البوليس جه وقبض على جونا ودخل جونا السجن ولقى هناك ارترو هو ورجالته. ولما كان بياكل جونا جه ارترو ورجالته وقال له ده انت هيطلع عين اهلك على الترابيزه، وهددوه بالقتل. وجونا كده كده كان حاسس من دخلتهم عليه. اما بقى عن ليديا فهي نفذت وصيه ابوها وحضرت دورات لتعافي من الادمان، وفعلا اتعالجت من الادمان وبقت بنت كويسه، واكتشفت انها كانت بتحب ابوها وانه طلع كويس وضحى بنفسه علشانها مش زي ما كانت فاكره. وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. سلام.